اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في حاضر الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام وقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة
كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام تحت الكساء، ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي وبزعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اتمجنا جميعا تحت الكساء أخذ عبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، عن هرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال الله عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله عز وجل نعم قد أذنت لك. فحبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، الألي الأعلى يقربك السلام ويخصك بالتهية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا أمين وحي الله،
إنه نعم قد أذنت لك.